وهلا اكيد وصلنا لفقرتنا الطبيه لليوم، فامراض كثير ممكن انه نعاني منها، بعضها مزمن ويصعب وبيصعب التعامل معه، والبعض الاخر ناتج عن تعب او انهاك عرضيه، ولانه جسم الانسان والعنايه بصحه الجسم بتضل هي الشاغل الاكبر لدى الناس، وما بنقدر اكيد نغفل خلال صباحتنا عن المواضيع الطبيه يلي بتهم كثير من الاشخاص. ليا اليوم بدنا نحكي عن مرض بيعاني منه الكبار، هو نقص السكر بالدم، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع الدكتور زياد زودي استشاري في غدد الصم والسكري. يسعد صباحك. صباح الفل. صباح الخير. تمام. كيفك ليا؟ بونجور دكتور، يسعد صباحك. بونجورات. أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور خلينا نتعرف أكثر ونحكي بشكل عام أكثر عن نقص السكر بالدم. ليا حكينا بالحلقتين الماضيتين عن ارتفاع السكر، وإن مرض السكري ناجم إنه بيرتفع مستوى السكر بالدم، والانسولين ما بيكون كافي لحتى يحرق السكر. هلا بيصير اوقات العكس، يعني بدل ما يكون السكر مرتفع بيكون السكر منخفض. منخفض. اذا نحن فكرنا بشكل منطقي لازم يكون ناجم عن زياده افراز الانسولين. نعم. وبالتالي بيصير انخفاض بالسكر. هلا نحن بدنا نعمل عده نفرق. الشغله الكثير شائعه هي عند مرضى السكري اللي علاجهم ما بيكون مضبوط، يعني إما عم ياخدوا أنواع حبوب تكون فعاليتها لفترة طويلة، أو إنه أخدينا من زمن طويل الدواء تبعهم وما عم يغيروا، لأنه نحن لازم نعمل استشارات لو عنا المرض مزمن ليا. لازم دائما يكون في متابعة للطبيب ونعمل تحاليل دورية لوظائف الكلية والكبد، لأنه أي دواء يستقلب وبينطرح من الجسم عن طريق الكبد والكلية. إذا كان في عنا لا سمح الله صار مشكلة كبدية أو مشكلة كلوية والدواء طول عمره، إحنا لكل دواء له عمر معين بالجسم، بيصير بيطول عمر الدواء بيؤدي لانخفاض بسكر الدم. هلأ الشغلة الثانية اللي ممكن تصير إنه نحن عم بنمط حياتنا طويلة ما عم ناكل، نجي ناكل وجبة كبيرة، وهي أكبر غلط حتى عند الناس الأصحاء. يعني في بكره بحلقات مستقبليه بنحكي عن زياده الوزن، عن نقص الوزن، عن اضطرابات ثانيه بتصير، بس دائما نحن وقت ناكل وجبه كثير كبيره بيعلى السكر بالدم، بنجي بنضل فتره طويله بلا اكل بيجي بينزل السكر، بصير في تذبذبات بهال، ونقص السكر اوقات اخطر حتى من ارتفاع سكر الدم، يعني وخصوصا عند الناس الكبار بالعمر. حتى اذا عند شربوا قهوه او شاي او شيء، هلا المنبهات ليا هي ترفع الهرمونات يلي تطلع من الغدة فوق الكلية، الغدة الكظرية، وبتأدي لشيء معاكس، يعني ترفع سكر الدم. ونحن بس ينخفض سكر الدم عنا أعراض، بصير عنا تعب، بصير في عنا رشفة، بصير في عنا تعرق، عدم تركيز، كلها لأنه عم بيطلع نفس هرمونات الشدة النفسية. نحن بس نخاف، بس نرتعب، بصير بنرجف قلبنا زيادة، لأنه طلعت هرمونات الشدة النفسية، نفس الهرمونات هي بتطلع وقت ينزل سكر الدم. بس بدي أقوله أنا لكل مشاهدينا عبر القناة اللي بحبها أنا كتير، القناة الإخبارية، نحن كل من أنه لازم ما يعني ارتفاع السكر وانخفاض السكر هني وجهين لعملة واحدة. شو يعني؟ يعني الإنسان اللي بصير عنده هبوط سكر ما هو بيكون سوي، ما أنه مريض بأي شيء، بس بصير عنده هبوط سكر متكرر، وأغلب الناس وحتى الأطباء الغير اختصاصيين بيقولوا له أنه حط ملبسة بجيبتك فيها بونبونة، هي أكبر غلط. لأن شو بيصير؟ نحن إذا حللنا غير السكر المنخفض عملنا معايرة للإنسولين، نحن كنا عم نقول إنه في عنا زيادة بالإنسولين بالدم، بنعاير الإنسولين عن هدول المرضى بصير عندهم انخفاضات متكررة بسكر الدم، بنلاقي مخزونه من الإنسولين ضعيف. ليش مخزونه ضعيف؟ لأنه ما عندهم، يعني مستقبلا احتمال كبير عند الناس بصير عندهم هبوط سكر متكرر يصير عندهم ارتفاع سكر بالمستقبل. بتلاقي اوقات بيجي لعنا على العياده الجده او الجد والحفيده او الحفيد، الكبير عم يصير معه عنده ارتفاع سكر من فتره صغيره او كبيره، والصغير عم بيصير معه او الصغيره عم بيصير معها انخفاض سكر متكرر. بقول دكتور انا ما عندي، الحمد لله ما عندي ارتفاع سكر، عندي انخفاض سكر. نحن وقت ناخذ سكريات سريعه الامتصاص، شو يعني سكريات سريعه الامتصاص؟ يعني اذا اخذنا سكر، اذا اخذنا عصير فواكه حتى طازج، إذا أخذنا المشروبات الغازية الغنية بالسكر،
إذا أخذنا الفواكه الغنية بالسكر، الفواكه المجففة مثلاً عرضناها للشمس راح المي منها صارت مركزة بالسكر، هي بتأدي أكلها وخصة على معدة فاضية لارتفاع السكر بسرعة. بيجي الجسم بده يدافع عن حاله، بيفرز أنسولين حتى لو كان كمية الأنسولين اللي عنده ضئيلة، بيفرزهم بسرعة، بصير عنده انخفاض بسكر الدم. نجي بناخد نحن بونبونة نرجع بنرفع السكر بسرعة، بنرجع بنخلي الجسم طلع الأنسولينات اللي عنده كمان، بنخلي مخزوننا من الأنسولين ينضح بفترة بسيطة. مشان هيك كل مين عم يشوفنا عبر الإخبارية السورية الحلوة إنه ما تاخدوا تكون تاخدوا خدوا نشويات بس تكون بطيئة الامتصاص. شو يعني؟ مثلا الخبز بدل ما يكون أبيض ناخده الخبز الكامل اللي بسموه راسه بعبه، وحتى لسه بسوريا هلا في خبز راسه بعبه. مثلا السويدة هي الخبز اللي بيعملوه على الصاج راسه بعبه وكتير طيب. بدنا نحاول حتى يعني الحمص الفول بسموه هي بقوليات كلها منيحة هي وفيها سكريات فيها نشويات بس بطيئة الامتصاص. بس كمان ناخد قبلها ألياف، الألياف بتساعد إنه ما يصير امتصاص سريع إذا بدنا ناخد شيء حلو ما ناخده على معدة فاضية، ناخده دائما بعد ما ناخد ألياف حتى يكون امتصاصه أبطأ، وبالتالي ما بصير في عنده ارتفاع بسكر الدم سريع وبينعكس حتى الإنسان السليم حتى الإنسان السوي. نحن دائما يعني إذا بدنا ناكل صباح الواحد بياخد شيء حلو، هلا ياخد تفاحة الصبح بقشرة كتير ظريفة، وبيقولوا تفاحة يوميا بتغنيك عن شوف الطبيب وان ابل ا داي كيب ذا دكتور اواي. اذا واحد اخذ تفاحه يوميا خصة تفاحه بقشره، وهلا موسم التفاح وكثير غني بالفيتامينات والمعادن والالياف. مثلا الجريفون فاكهه كثير مهمه بس غنيه جدا بالالياف، نحن بنعصرها حتى انه قال تنزل وزننا، طبعا ما بتنزل الوزن عصير الجريفون، بالعكس بيزيد الوزن حتى طعمته مره بس هو غني بالسكر اللي بيضرس الاسنان وبيخلي الواحد شوي. الجزر كمان هلا بنعتبره، في ناس بيعتبروا فواكه في ناس بيعتبروا خضار، بس انه غني جدا بالالياف وفي سكريات في قلبه بس ناخده بشكل كامل. هلا هذا الانسان السوي، الانسان اللي عم يصير عنده انخفاض سكر متكرر لازم يراجع طبيبه، لانه بحالات نادره ونقول بين قوسين نشكر الله انه نادره يكون في عندنا اورام من البنكرياس من خلايا نفسها بيتا يلي موجودة بجزر لونغرهانس يلي بتفرز الأنسولين يلي حكينا بحلقتين الماضيتين إنه بيعمل إذا كان في يعني ما عنا كمية أنسولين كافية ارتفاع بسكر الدم، هون وقت يكون في إفراز زايد بسبب الورم يكون في عنا انخفاض سكر متكرر. هون كيف بنقدر نميزه؟ إذا صومناهم لهدول بيغيبوا عن الوعي، حتى نحط لهم سيروم سكري بتكون هاي الأورام كثير كثير صغيرة، وبدنا حتى ندور عليها حتى لو عمرنا مرنان حتى لو عملنا ما منلاقيها، يعني مو بهالسهولة. بدنا نعمل معايرة للأنسولين بالدم ولازم طبيب الغدد والسكري هو اللي نراجعه، وإذا في فعلا كمية أنسولين بالدم زايدة لازم نفتش عن السبب وندور عن مكان الورم، وهذا بالاستئصال الجراحي حصرا حتى نقدر نقيم الورم بس نعرف وين مكانه تماما. طيب دكتور خلينا يمكن مررت بسرعة على الأعراض انخفاض سكر بالدم، خلينا نحكي الأعراض للمشاهدين ممكن أنه نكتشف من خلالها أنه عندنا انخفاض بسكر الدم. لا انخفاض سكر الدم شو ما كان سببه له أعراض كثير كبيرة وأعراض خطيرة. ليش قلنا خطيرة؟ نحن الخلايا نور النبيلة بالدماغ هي تتغذى طاقتها، طاقة تبعها هي السكر وبدها سكر بشكل مستمر. يعني ناخذ نحن السكر عن طريق نحن في عنا ثلاث محتويات بالطعام، عنا النشويات يلي مثل ما قلنا فيها سكريات وفي اوقات سكريات سريعة الامتصاص، وعنا البروتينات الموجودة باللحم موجودة بياض البيض موجودة، وعنا الدسم الزيوت والدهنة هي الدسم. هلا نحن عم نحكي على الطاقة حاجة الى كل خلية من خلايا جسمنا وخصوصا الخلايا الدماغية، وبحاجة أن يكون موجود السكر بشكل مستمر. لا في مخزون للسكر بالكبد بالعضلات بيتحرر وقت ينقص ينزل السكر، بس أوقات ما نو كافي صار في عنا هبوط سكر واحد، وخاصة نحن السكر الطبيعي بده يكون
فوق 70 ملي جرام بالدم. إذا عم يخفض السكر وصار انخفاض سريع بصير في عنا أعراض يمكن تكون خطيرة، وحتى عصبيا ممكن سوينا أعراض. قلنا أول شيء إنه بصير رشفة، بصير تعرق، عدم تركيز، تغيب عن الوعي، وحتى أوقات غياب عن الوعي بشكل كامل. وبسبب ارتفاع الهرمونات اللي بدها تعاود وتزيد السكر بالدم، لأنه ما عاد في سكر بدهم يطلعوا هرمونات من الغدة فوق الكلية اسمها الغدة الكظرية، بيطلع الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزول، عنا هرمونات بتطلع تعاود ترفع السكر. هي هرمونات الشدة النفسية بتعملنا تسرع بالقلب، قلبنا بيطرق زيادة، ممكن ترفع لنا الضغط. وإذا كانوا ناس عندهم سابقا ارتفاع ضغط بيرتفع بزيادة، ويمكن تعملنا حتى فالج أوقات، أعراض عصبية كتير مهمة. عشان هيك احنا بنقول لهم لكل مشاهدينا انه يعني هي الشغلة ما أنا لعبة، لازم تشوفوا طبيبكم وندور عن السبب ونعالجه حسن ما يتطور بالمستقبل الذي يكون مرض سكري، بيصير زيادة السكر تماما بالدم. نحن قلنا انه اللي بيصير عنده هبوطات سكر متكرر هو معرض أكثر من غيره ليكون عنده ارتفاع سكر ارتفاع. بالمستقبل بده يغير نمط حياته، بده نعاير الانسولين لنتاكد كمان انه الشغله مضبوطه، انه عنده ارتفاع لانه هذا اللي معرض اكثر من غيره، بيكون عنده مخزون من الانسولين ضعيف. نعم دكتور، يمكن حكيت عن اعراض، ولكن خلينا شوي هيك نغوص بالاسعافات الاوليه لكل حدا يمكن بيعاني او شاكك بحاله. اول شيء شو هي الاسعافات الاوليه يلي هو بيعملها بالبيت، وبعد الاتجاه للطبيب قد ايه نسبه الشفاء وقد ايش نسبه المتابعه بالدواء؟ كيف خلينا نحكي هلا اذا نحن ملبكين ما لنا عارفين هذا ارتفاع ولا، يعني اذا حدا بعائلتنا معه سكر وصار عنده شيء يعني حسنا عم نحكي هو هيك جامد وقف هيك وما عم يرد علينا، حسينا انه في وعيه ما انه مركز، معناتها في شيء هون. اذا ما عندنا وقت حتى لنقيس السكر، ما عندنا جهاز فحص سكر منزلي، احنا بنقول لهم لو على خطا اعطوه شويه مي وسكر، معلش اذا سكر عالي على مضض بنقول نحن معلش ارتفع شوي زياده للساعه، ولا يعني يكون نحن لانه مثل ما قلنا انخفاض السكر ليا هو اخطر من ارتفاع السكر. احنا ما بدنا كمان حدا سكره يرتفع، بس انه اذا كنا ملبكين وما عم نقدر نشخص بسرعه، ما عندنا جهاز فحص السكر منزلي بين ايدينا، ما احنا بنقول لكل مشاهدينا لازم يكون بكل بيت في عنا جهاز مثل جهاز الضغط، جهاز السكر احسن من المحبس، يكون عندنا جهاز فحص سكر منزلي، وعندنا ببلادنا اجهزه كثير مهمه وكثير صادقه. هلا ما عندنا وقت او ما هي نعطيه شويه مي وسكر، إذا وعيه تحسن كتير منيح، ما تحسن وعيه بدنا نحاول نعطيه حقنة مي وسكر نحقنه ياهم بالشرج، لأنه المستقيم الغشاء المخاطي تبع المستقيم بيعمل، إذا كان هو ما نواعي ما عم يقدر، بين ما أخذناه على المستشفى طلبنا الإسعاف 114 100 شو الرقم الإسعاف المهم بين ما إجا نعمل له حقنة مي وسكر بين ما أخذناه على المستشفى. تمام بقى هي الشغلة مهمة، لازم يكون في عنا سيروم سكري بكل بيت، هي كمان من الإسعافات الضرورية. إذا بنقدر نعطيه شوية معلقة عسل، يعني الشيء إنه يساعدنا، بينما لأنه امتصاص هي خاصة تحت اللسان بيساعدنا. هلا في أوقات إبر دواء معين، بس هذا يمكن اسمه جلوكاكون، هذا عكس الإنسولين. نحن بنقول لكل مريض سكري لازم يكون موجود بالبيت، بيعاكس عمل الانسولين بيرفع السكر بالدم، بنحطه بالصيدليه الاسعافيه تبع كل منزل. وبعد العلاج عند الطبيب بيتم الشفاء بشكل كامل؟ لا حسب السبب ليا. نحن مثل ما قلنا الاسباب متعدده، اذا نحن بسبب غلط بنمط حياتنا عم بصير في عنا هبوطات سكر متكرر، عم نحط ملبسه بجيبتنا، وعم ناكل هي الشوكولا المحشيه المارس والتويكس وما بعرف شو اسمها والكيت كات، هي كلها غنيه بالسكر. هي بترفع لنا السكر بسرعة، وبيرجع الجسم بده يدافع عن حاله بفرز. وكتير صعب أوقات إنه نوصل الرسالة لمشاهدينا أو لمرضانا بيجوا عنا العيادة، دكتور أنا كل ما باكل سكر بضل خايف أو بضل خايفة، كل ما أكل سكر بصير معي هبوطات سكر متكرر. بدنا نقول لهم ما تأكلوا سكر، أنا دكتور عم باكل سكر وعم بصير معي هبوط سكر، كيف ما بدي أكل سكر؟ يعني الترجمة إنه لهم بالنسبة لهم أنا عم باكل سكر حتى أرفع السكر، إذا منعتني عن السكر جاني أنا
رجال كبير بالعمر عم ياكل معقود كل يوم بمينا، وكل ليله بصير معه هبوط سكر، صار ياكل بدل معلقه معلقتين بصير معه هبوطات اكثر، وينيم حدا معه من احفاده. كثير تعذبت حتى اقنعه انه معلش انت بس هالليله ما تاكل معقود، خذ تفاحه وخذ جزره يا ابنتنا، ما تاكل معقود. دكتور ما قلت له انا على مسؤوليتي، انا بدي اجي نام عندك الليله، ما تاكل. ما اكل وما صار معه هبوط. هلا بالنسبه له يعني كانت صعبه، بس نحن بس نفسر، نعطي وقتنا للشخص المقدم انه نفسر له انه امتصاص السكر السريع رح يؤدي ل، مع انه ما بيكون عندنا مخزون كافي من الانسولين. دكتور طيب كيف هيك؟ لانه الجسم بده يدافع عن حاله حتى ما يصير عنده سكري بالمستقبل، يفرز الانسولينات اللي عنده بسرعه. مثل واحد عنده مثلا معاش قليل، اجى ضيف على البيت، نحن كرمنا السوري الحلو منطلع كل شيء عنا منحط له، يكون هذا بيقول معناته هذا غني عنده، يعني بدنا نفس الشيء. عنا معاش 50,000 بالشهر، فينا نصرفهم نحن بشهر، فينا نصرفهم بيوم أو بجمعة. نحن إذا عرفنا نعمل إرشاد لطريقة حرق الأنسولين تبعنا، منخلي الأنسولين يضل فترة، منحافظ على المخزون الأساسي، نحافظ على المخزون الأساسي تبعنا من الأنسولين. معناتها نمط حياتنا كتير مهم. إحنا بكل حلقة من الحلقات يا نور ويا ليا عم نأكد كتير مهم نمط حياتنا يكون صحي، نحاول نعدد وجبات الطعام، ناكل خضرة وفواكه، نبعد عن الأكلات الجاهزة اللي فيها كتير حريرات واللي بتخلي مخزوننا من الأنسولين ينضح بسرعة. الفاست فود ما بدنا اياه، بدنا الأكلات يلي بدها يعني بتنطبخ بالبيت. الفاست فود هي حريرات سريعة بس ما فيها أي نوع من الفيتامين. المقالي نفس الشيء، بدنا نبعد عنها. هلأ الزيت بده يكون هو المصدر الدسم يلي بناخده، بس بدنا الزيت الني، زيت الزيتون هي أيامه هلأ كتير مهم، غني بالأوميغا ثلاثة اللي نحكي عليها انه منيحة للذاكرة. دون الاهالي بيجيبوا لنا اولادهم هلا دكتور شو بدنا نعطي لابننا او لبنتنا هلا في مذاكرات، في بنقول لهم المكسرات النية، الجوز، اللوز، الكاجو الني كثير مهم، السمسم، الطحينة اللي فيها زيت السمسم، وبنفس الوقت الزيت البلدي اللي هو زيت الزيتون. وسوريا من اهم البلدان بالعالم يلي بيقولوا انه الزيت الزيتون السوري هو اطيب زيت زيتون بالعالم. يعني طيب خلينا نحكي الاكثر اصابه بمرض انخفاض السكر بالدم، النساء ولا الرجال؟ فينا نقول نفس ولا الشيء. نفس بس اكثر الناس نور يلي معرضين هن الناس يلي بعائلتهم في سكري احصائيا، وهن الناس يلي بيزيد وزنهم بسرعه اكثر من غيرهم. بهي شغله كثير مهمه انه نحن نعرف. هلا اذا انسه او سيده عم يصير عندها خربطه بالدوره الشهريه، عم يزيد عند وزنها بسهوله، عم يصير عندها اعراض هبوط سكر متكرر، في بالعيله اكثر من شخص عنده سكر، اذا سيده عندها جايبه اولاد وزنهم عند الولاده بالاربع كيلو وما فوق، هي كلها على شغلات بتوجهنا انه يعني وقتنا خلص. دكتور يعني دائما الوقت بياخذنا بسرعه بسبب المعلومات الكثير مهمه والقيمه يلي حضرتك بتقدم لنا اياها، واكيد نحن نتشكرك وبدنا نقول للمشاهدين كتروا فواكه كتروا خضره، الشيء الطبيعي هو اهم شيء للمحافظه على السكر بالدم، ويشوفوا الاخباريه السوريه كل يوم سبت مع الدكتور. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور زياد سودة. صباح الخير كان معكم. شكرا على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. أما هلأ مشاهدين